افتتحت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين المركز الصحي في قرية البعيجي التابع إلى قضاء بيجي. النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أكد أن جهود بذلت من قبل صحة صلاح الدين بإعادة تأهيل هذا المركز الصحي لاحتياجات القرية له. مبارك لأهالي هذه القرية قرية البعيجي التابعة لقضاء بيجي بافتتاح المركز الصحي، بناية جميلة حقيقة. والمركز الصحي قامت دائرة صحة صلاح الدين بتأهيله بشكل جيد جدا، وهو الآن جاهز للعمل. اليوم افتتحناه وإن شاء الله يستطيع أن يقدم خدمات صحية لأبناء المنطقة، وأيضا يقدم دعم لبيجي باعتبار العودة حديثا. رئيس المجلس المحلي لقضاء بيجي طالب وزارة الصحة بدعم المؤسسات الصحية في القضاء، كون هذا المركز يخدم أكثر من 1000 نسمة تقريبا. هناك بعض الاحتياجات حقيقة ركز عليها في المختبر هناك، احتياجات لمختبر المركز الصحي، وأيضا الكادر الطبي هناك نقص بسيط جدا سيعالج إن شاء الله من قبل رئاسة صحة صلاح الدين. وفي حديث لمدير عام صحة صلاح الدين أكد أن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن سلسلة خطط دائرة صحة صلاح الدين التوسيعية، وأكد أن الوزارة جادة بإعادة ترميم مستشفى بيجي العام. إن شاء الله خلال الأيام القادمة سوف يكتمل التجهيز، وأيضا هناك فرقة حاليا تعمل في مستشفى بيجي العام لإعادة تأهيل ردة الطوارئ كونها يعني غير متضررة بشكل كبير، أيضا حتى لاستقبال المواطنين العاديين إن شاء الله من النزوح. ولعل افتتاح هذا المركز الصحي في منطقة البعيجي يخفف الزخم والتعب عن كاهل المواطنين. من منطقة البعيجي مصطفى الوحادي، قناة سامراء الفضائية.